وشك النهائي يا اخوتي بالصحة والراحة مع الخبز التركي. ورا الغدا ديالي واجد بالزربة. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروك، الله يدخل عليكم ان شاء الله هضره بشي صحه ان شاء الله. جيت اخوتي نشارك معكم واحد الطاجين ديال الزربه، صراحه يوجد بالزربه. هذا عندي هنا اللحم ديال البقري، وعندي هنا الراس ديال الثومه، وعندي هنا المعلقه ديال التحميره، المعلقه ديال الحرق من البلدي ديال العرق، وعندي هنا نص معلقه ديال التحميره، وهنا عندي نص معلقه ديال سكنجبير، والمعلقه ديال الملحه. هنا خوتي عندي العواد ديال القزبر، وعندي واحد هنا واحد ديال الكنور زعفران، وعندي بصله وحده، وهنا عندي زيت البلديه تقريبا نص كاس. دابا كما قلت لكم غادي نشلطوه ونملطوه، وخليكم معايا تشوفوا الطريقه. غادي نحيد الزعفران، غادي نخوي الزيت البلديه نخلطها كامله، نحاول نقطر اخوتي على الطريقه هذه. يقدر الناس قدر ديروها في رمضان، في رمضان كتجي خفيفه. نيت مره بنادم ياكل اللحم في هذا رمضان كيكون عنده المشكل ديال فقر الدم ولا شي حاجه، يدير ليه هاد الطريقه هكا ولا يشوي. انا كتعجبني بهاد الطريقه هكا. غادي نحاول نشفت، كتعجبنيش البصله بزاف، ندير غير شويه. غادي نحاول نزيد الزعفران وحقق كما بغيت نقول لكم زعما الكنور ديال الزعفران، انا كنقول ليه الزعفران. غادي نحاول نقص عليه البوطا ونخليه يطيب نص ساعة كيوجد. غادي نحاول نخليه شوية، نسد عليه ونخليه. ها انتوما خوتي، والله العظيم ما وصلاش نص ساعة وجد. ما ديروش الماء، ديرو غير هذاك شوية ديال الزيت شوية، كما قلت لكم على حسب يعني الناس يقدر يديروا بزاف ديال الزيت، انا ما كنديرش بزاف ديال الزيت، غير شويه يعني. ها انتم اخوتي والله العظيم الا وجدوا طايب، ها اللحم طايب صراحه. بلاتي نجبد لكم عاد وحده، ها انتم غندوق معكم وحده. غادي نحاول نقطع شويه د الربيع معدنوس ونحطو من فوق.